للدوريات. انا اسف قبل بس ما ندخل في بقيه التفاصيل والفنيات والتحكيم الى اخره، انا بس عايز اقف للحظه عند اللي نهواندو حضرتك اتكلمتوا عنه دلوقتي. اتفضل. هو مش المفروض انه لا يصح الا الصحيح، والمفروض ان الرياضه هي اخلاق قبل اي حاجه، احنا ايه اللي حصل واستجد عندنا فبقى مشهد حلو زي اللي شفناه خصوصا مع نهايه لقاء الاهلي والزمالك واللعيبه كان وحشنا للدرجات دي وبنتكلم عنه وكانه امله؟ هو مش ده المفروض يبقى ده الحال دايما؟ ايه اللي حصل فما بقاش ده الحال؟ اللي في ايدك ده موبايل، ده حاجه اللي في ايد حضرتك انا قلم، لا موبايل جنب حضرتك، والموبايل انا الموبايل مش معايا. ده ايه بقى؟ سوشيال ميديا. سوشيال ميديا ضخمت من كل شيء. سوشيال ميديا خلت البني ادم العاقل مش عاقل، خلت البني ادم اللي قاعد في بيته عارف كل التفاصيل. بني ادم يعني كان بيشتم في المدرجات ده بيشتم وقاعد في بيته عادي جدا، والشتيمه بتوصل خلي بالكم يعني. فالسوشيال ميديا دي هي قافت العصر كله، ليس على كره القدم ولا الرياضه ولكن على كل مفاصل حياتنا، وده اللي ادى بينا الى ان احنا نشوف جرائم بتحصل من يومين ثلاثه، جريمه بشعه الناس كلها بتتكلم عنها، ازمات ومشاكل بتحصل في الملاعب المصريه بالملاعب العالميه، ده كله اثر. بنشوف النجوم متاثرين جدا بالسوشيال ميديا ومتاثرين جدا بكلام الناس. والله انا مش شايفه ان اي حد ممكن ان هو يدي اي اهتمام للتعليقات السخيفه على السوشيال ميديا. لا ازاي؟ لا اقول لك ازاي ولا الهوى. انت مفروض طبعا. بص يا استاذ عبد المنعم اقول لك وجهه نظري. انا دلوقتي لو شخص محترف في اي مجال كان، لاعب، مذيع، سياسي، وات ايفر، لما انا ببقى في هذه النقطه من الاحترافيه المفروض ان انا ابقى عارف ان انا في ناس عندها مشاكل نفسيه، في ناس حاقده، في ناس بتنتمي لمنافسين، في ناس داخله لجان، في حاجات كتير، وفي ناس صادقه. فانا المفروض ابقى واخد الموضوع بطريقه بروفيشنال ولا التفت لده. التفت ليه؟ التفت للناس اللي تهمني في المربع بتاعي، اللي انا عارف ان النصيحه خارجه منهم لمصلحتي. لكن انا اجيب دلوقتي لاعب عالمي واقول ان هو السوشيال ميديا بتاثر فيه، يعني صعبه شويه. لا مش صح. ما هو ده مش صح. لو كان حصل في كل العالم بس لازم بليفل يا استاذ عبد المنعم. نعم؟ لازم بليفل معين، لما يبقى حد محترف غير لما حد هاوي، غير حد جديد، غير حد مخضر. يعني ده اللي انا اعرفه. لا اللي تعرفيه حاجه والواقع حاجه ثانيه. يمكن والعالم الله متاثر. طب ده رايي. بدليل لعيبه الكوره اللي في المحترفين حضرتك بتقول عليهم ما بيسيبش التليفون اللي هو نازل ارض الملعب، بيكتب انا نازل انا مش عارف ايه، وده بس هو بيتعامل باحترافيه، بيتعامل مع السوشيال ميديا عادي جدا وبيتكلم عن حياته، بينشر رونالدو، بينشر كل ال ال بيبقى في ناس ماسكه لهم السوشيال ميديا عامه، يعني مش هم ال 24 ساعه دي. لكن المبدا اللي نهاوند بتتكلم فيه الى حد كبير طبعا منطقي، والا ما كانش يتقال على الشخص ده ان هو محترف في حته. بالظبط. ولكن في نهايه الامر برضو الامر لا يخلو، احنا بنتكلم في الاخر على نفس بشريه، ممكن كلمه تجرح. طيب. تضايق، توجع. هقول لكم على حاجه بسيطه. اللي حصل مع راشفورد والطالب المصري. الشرقية. يعني شركه، تخيلي شركه يعني تدير اعمال او تدير السوشيال ميديا بتاعه راشفورد، ماركوس راشفورد اللي هو اللاعب الانجليزي المعروف، وعملت وهتقاضي لاعب او طالب علاج طبيعي مصري. طيب الفيفا من 3 4 ايام عمل حاجه ناس مش واخده بالها منها، طلعت تقرير بتدين فيه كل ممارسات السوشيال ميديا الضاره التي تؤدي الى ان التاثير على النجوم، وقالت شدوا بثلاثة بصفة خاصة منهم محمد صلاح. لا محمد صلاح ما اظنش، انا قريت التقرير ما شفتش محمد صلاح. محمد صلاح وحد تاني. لا وكان في عملوا احصائية مين اكثر نجوم تضررا من مهند لاشين. لا انا بتكلم على واقع معين. مهند لاشين كان في مصر. وكيروش نفس الحكايه. يعني خلينا نتكلم عن حاجه يجرم عليها القانون، يعني مجرمه اللي في خطا او غلط. لما تتكلمي طيب لفظ مش تمام. ما هو ده معناه ايه؟ معناه ان الفيفا يعني راصد القصه دي، يعني القصه دي موجوده والمشاهير اصبحوا يتضرروا منها. ما هو الاراء يا استاذ عبد المنعم، بس عشان نعدي حته الاراء نعديها. الاراء كويسه جدا ان الناس تقول رايها حتى لو راي مناقض، لكن لو حد هيغلط من حقي انا ان انا اقضي. السوشيال ميديا كلها غلط. لا لو حد هيعدي حدوده يبقى من حق الشخص الثاني ان هو يقضي، وده حركه يعني 100% سليمه. ان السوشيال ميديا اثرت تاثير سلبي، هي شغلت البال كتير كمان نواحي الرياضه. خلينا في الرياضه وكره القدم تحديدا، هي اللي خلت الناس يعدوا حدودهم زي ما انت بتقولي. بالظبط. قبل السوشيال ميديا ما كانش عندهم منبر ينفس عن غضب. كان يبقى منشط في جريده، كان يبقى حاجه زي كده، او في المدرجات الناس تروح المدرجات. فبالتالي دلوقتي ما فيش مدرجات فبينفسوا فين؟ ما هو على فكره عوده الجماهير دي ممكن تؤدي الى ان ايه؟ خلاص الناس بتشوف راي العين، بتشوف وتتكلم من خلال المدرجات، تتكلم تهتف لجمهورها، تهتف ضد جمهورها.
انما الناس ما فيش قدامها غير السوشيال ميديا فبتنفس من خلالها، وده اللي عامل ازمات. بيبقى عنتري الاداء طبعا براحته بقى ومش همه، برغم انه خلي بالك مرصود ما هو متداري ورا الكيبورد ده، هو ما يعرفش انه معروف ويعرف يجيبوه من الـ ده انت تجيب